الطلبة الأعزاء، طلبة الفصل السادس قانون عام، أتمنى أن تكونوا وأن تكن بألف خير. يؤسفني أننا لم نتمكن من إنهاء الفصل الدراسي. لأقول لكم ولكن جملتي المعتادة لطلبتي: لا أدرسكم قانون البيئة لاجتياز الامتحان فقط، ولكن أريدكم وأريدكن أن تكونوا وأن تكن سفراء وسفيرات للبيئة بطبيعة الحال من خلال سلوكات بسيطة. رغم بساطتها فيمكنها إحداث الفارق وإحداث التغيير، لأنه حينما يتعلق الأمر بقضايا البيئة فنحن عادة ما نفكر عالميا، ولكن التطبيق يكون على المستويات الفردية. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت، وكنت أتمنى أن أتحدث لكم عن هذه السلوكات، ولكن فقط أتمنى لكم ولكن الصحة والعافية، وأن تخرجوا وتخرجن جميعا من هذه الفترة العصيبة وأنتم وذويكم في أحسن حال. الآن بالنسبة للامتحان ولاستفساراتكم التي طلبت أن أتوصل بها، فتوصلت بالبعض منها ولو أنا قليلة جدا. وعلى هذا الأساس، أولا طبيعة الامتحان هو عبارة عن سؤالين اختياريين. السؤال الأول يتضمن الجزء الخاص بتنظيم الفضاء. أعيد، سؤالين الامتحان هو عبارة عن سؤالين اختياريين، أي أنتم ستختارون إما السؤال الأول وهو المتعلق بالشق الخاص بتنظيم الفضاء، جيد، وهو عبارة عن موضوع، عبارة عن موضوع مدته ساعة واحدة. السؤال الثاني سيكون في الجزء الخاص بقانون البيئة، سيكون في الجزء الخاص بقانون البيئة، أي أنه لديكم اختيار بين السؤال الأول والسؤال الثاني. أعيد، السؤال الأول هو مخصص للتنظيم، الجزء الخاص بتنظيم الفضاء، هو عبارة عن موضوع عام، موضوع عام في ساعة، معناه على أنه يجب أن تكتبوا بإيجاز. السؤال الثاني وهو المتعلق بالجزء الخاص بقانون البيئة. الآن ما طبيعة هذا السؤال، أي السؤال الثاني؟ السؤال الثاني المتعلق بقانون البيئة فهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة المباشرة، أقول هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة المباشرة ستجيبون عنها بإيجاز في سطر أو سطرين. لماذا؟ لأنه لدينا ستة أسئلة، ستة أسئلة، عدد الأسئلة ستة، وهناك بعض الأسئلة بطبيعة الحال التي تتضمن بعض يعني التفاصيل. جيد، الآن السؤال الذي طرحتموه هو الشق الذي يجب أن تعتمدوه في تحضيركم للامتحان أو لهذه الأسئلة. كنا قد تطرقنا إلى ثلاث أجزاء، تطرقنا إلى الجزء الخاص بالتأطير القانوني للبيئة على المستوى الدولي، ثم التأطير القانوني للبيئة على المستوى الوطني، وأخيرا التأطير القانوني للبيئة على المستوى الترابي أو دور الجماعات الترابية في حماية وتدبير البيئة. بالنسبة للجزء الأخير أي دور الجماعات الترابية في حماية وتدبير البيئة، فأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات المضمنة في هذا الجزء، وكنت أتمنى أن أشرح لكم هذا الجزء لأنه مهم ومهم جدا، لأننا نتحدث عن القرب
نتحدث عن ما نعيشه نحن بشكل يومي في مدننا بطبيعة الحال، وفي قرانا، في أقاليمنا وجهاتنا وجماعاتنا. ولكن للأسف لم، كما أشرت في بداية هذا التسجيل، لم يسعفنا الحد. إذن أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من ما بعثه لكم في المطبوع وكذلك في التسجيل الخاص بالجماعات الترابية. ولكن بالنسبة للامتحان فلم أضع، لم أدرجه ضمن مواد الامتحان، معناه على أن الامتحان سيكون في الشق الأول وفي الشق الثاني، أي الشق المتعلق بالتأطير القانوني للبيئة على المستوى الدولي، والذي شرحناه بتفصيل شديد في المدرج، وكذلك بعثت لكم تسجيلين في هذا الإطار. فتقريبا 90% من الأسئلة فهي من هذا الجزء، أي من الجزء الأول. 90% هي في الجزء الأول. بالنسبة للجزء الثاني فيه بعض الأسئلة البسيطة جدا. الآن على ماذا سنركز؟ سنركز على المفاهيم، يجب ضبط المفاهيم، المفاهيم التي شرحتها لكم بتفصيل في الدروس الحضورية، كذلك بعثتها لكم في التسجيلات، كذلك هي مضمنة في المطبوع، كذلك التركيز على التواريخ المهمة، بعض التواريخ المهمة التي لن يسمح لكم بالحصول على شهادة الإجازة في القانون وأنتم درستم قانون البيئة وتجهلون هذه التواريخ، أي تواريخ مهمة في تاريخ الإنسانية فارتباطها بقضايا البيئة. إذن يجب التركيز على المفاهيم، التواريخ، وكذلك كل النقط التي سبق أن شرحناها، أقول شرحتها بتفصيل شديد في المدرج، وكذلك بعثتها لكم في التسجيلات. إذن سنركز على الدروس الحضورية، ما أعطيته لكم في المحاضرات المباشرة، وكذلك الشق الوطني بطبيعة الحال لم أركز عليه بشكل كبير جدا في هذه الأسئلة. كذلك هناك سؤال واحد فقط في الشق، هناك 4 أسئلة في الشق الدولي، ثم شق واحد فقط، سؤال واحد فقط في الشق الوطني، وسؤال بطبيعة الحال أردت أخير، أردت أن أعرف فيه رأيكم فيما يتعلق بمسألة لها ارتباط بطبيعة الحال بقضايا البيئة. إذن هذا هو طبيعة الأسئلة، وكذلك طبيعة الامتحان من جهة، كما قلت هو عبارة عن سؤالين اختياريين، شق متعلق بتنظيم الفضاء وشق متعلق بقانون البيئة. بالنسبة لطبيعة السؤال، السؤال المتعلق ب سواء الشق المتعلق بتنظيم الفضاء أو قانون البيئة، طبيعة هذه الأسئلة، الشق المتعلق بتنظيم الفضاء عبارة عن موضوع عام، أما الشق المتعلق بقانون البيئة فهو عبارة عن مجموعة أسئلة عددها 3، وستجدون على كذلك نقطة كل سؤال، مثلا هذا السؤال الإجابة عنه تعطيك 3 نقط، أو تعطيك مثلا 3 نقط، نقطتين، نقطة، كل شيء هو محدد. بطبيعة الحال سأعتمد الكثير من المرونة أيضا في التصحيح، فقط يجب ضبط كما قلت المفاهيم، التواريخ، وبعض الأفكار الهامة والعامة التي سبق أن تطرقنا إليها سابقا. كما قلت أعتمد الكثير من الليونة بطبيعة الحال بالنظر للظروف الحالية التي مرت فيها الدراسة بشكل عام، وكذلك حتى التي ستمر فيها الامتحانات بالنظر إلى طول المدة الفاصلة بين آخر لقاء الأستاذ مع الطالب، وكذلك بداية الموسم الجامعي المقبل الذي سيكون ستشهد بدايته استثناء هذه السنة، اجتياز امتحانات في الفاتح من شتنبر.
جيد، إذا هذا بالنسبة للدورة العادية. سأمر معكم الآن إلى الدورة الاستدراكية. الدورة الاستدراكية أيضا نفس الشيء، لدينا يعني سؤالين اختياريين. السؤال الأول في مادة في الشق المتعلق بتنظيم الفضاء، والسؤال الثاني في الشق المتعلق بقانون البيئة. أيضا هنا الأسئلة هي اختيارية، لكم أن تختاروا السؤال الأول ولكم أن تختاروا السؤال الثاني. إذا هذا من حيث طبيعة الامتحان. الآن ماذا عن طبيعة الأسئلة؟ الأسئلة على خلاف الدورة العادية، في الدورة الاستدراكية السؤالين معا عبارة عن موضوعين، أي أنه في الشق المتعلق بتنظيم فضاء هناك موضوع عام، والشق المتعلق بقانون بيئة هناك أيضا موضوع عام. بطبيعة الحال أتمنى أن يستوفي جميع الطلبة أو على الأقل نسبة مهمة منهم أو أغلبهم يعني هذه المادة في الدورة الأولى، ولا حاجة لنا بالدورة الاستدراكية. ولكن في حالة ما إذا كان لابد من ذلك، فأردت فقط أن أوضح على أننا في هذه الدورة بصدد يعني موضوعين، على عكس الدورة هذه الدورة التي يعني الأسئلة في الشق المتعلق بقانون البيئة جاءت على شكل أسئلة مباشرة نزولا عند بطبيعة الحال رغبة العديد من الطلبة والطالبات، انطلاقا مما توصلت به عن طريق زملائهم المنسقين. مشكورين بطبيعة الحال، مشكورة الطالبة حنان وكذلك طلبة آخرين الذين تواصلت معهم في هذه الفترة. جيد، إذا فقط أود أن أوضح على أنه الأسئلة يجب أن تكون بشكل، الأجوبة عفوا يجب أن تكون بشكل جد مركز، لأن مدة الإنجاز لا تتجاوز ساعة واحدة فقط. إذا بقيت مسألة أخرى، وأنني سأنتظر منكم إذا كانت لديكم رغبة في أن أبعث لكم مجموعة من المقالات ومن الدراسات التي سبق أن نشرتها سابقا، سأبعثها لكم. كذلك إذا كانت لديكم رغبة في أن أبعث لكم بعض القوانين، وكذلك مثلا بعض الاتفاقيات، مثلا كاتفاق باريس لتغير المناخ متعلق بالتغيرات المناخية. كذلك إذا كانت لديكم أي تساؤلات، أي استفسارات، أي توضيحات، فبإمكاني أن أجيب عنها بطبيعة الحال. فقط ابعثوها لي عن طريق منسقيكم وسأكون رهن الإشارة. إذا أتمنى لكم حظ، لكم ولكن حظا موفقا، ونلتقي إن شاء الله في بداية الموسم الجامعي المقبل. أنتظر كما قلت يعني أسئلتكم، استفساراتكم، مع متمنياتي لكم ولكن بالأفضل دائما. تحياتي معكم الأستاذة حسنة كيجي، أستاذة قانون البيئة بالفصل السادس قانون عام. تحياتي.